مقاسي زايلة بتزول ببعض ممكن بس كيف نلقى العزيمة ويقين بأنه ممكن والحل بيضيق ويصعب والحمد عذاب بيوهن بس كل ما تحس بأنك غرقان أصبح بممكن وكل مرة الهم يغمك والحظ يتخلى عنك قوي ثقتك بربك والفرج بيبقى ممكن حبة إيمان بجنبك دعوة من زول بحبك دي حياتك تبقى ممكن أيوة ممكن مالكم في أصل واقف بنمشي خطاب ممكن نحن الناس الأصلنا نزرع نحصد ونحسن يلا ممكن بعزيمتك يلا ممكن بكفاحك أيوة ممكن ده نجاحك يبقى ممكن مورجان. أهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامج ممكن. حلقتنا الليلة مع شارع الحوادث عبرة اللي حنتعرف من خلالها على الإنجازات العظيمة اللي قاموا بها أبناء عبرة. تحية لكل العبراويين داخل وخارج السودان، تحية لأبناء السودان عموم اللي دائما شايلين هم الوطن وبحاولوا إنهم يسدوا الفراغات. أرقام التواصل وأرقام التبرعات هتكون واضحة على الشاشة لمزيد من التبرعات ولمزيد من الدعم، وحنشوف دعوماتكم وتبرعاتكم على أرض الواقع الآن من خلال حلقة ممكن. تفضلوا معنا. ما الدنيا مقاسي زايلة بتزول ببعض ممكن بس كيف نلقى العزيمة ويقين بأنه ممكن والحل بيضيق ويصعب والحمد عذاب بيوهن بس كل ما تحس بأنك غرقان أصبح بممكن وكل مرة الهم يغمك والحظ يتخلى عنك قوي ثقتك بربك والفرج بيبقى ممكن حبة إيمان بجنبك دعوة من زول بحبك دي حياتك تبقى ممكن أيوة ممكن مالكم في أصل واقف بنمشي خطاب ممكن نحن الناس الأصلنا نزرع نحصد ونحسن يلا ممكن بعزيمتك يلا ممكن بكفاحك أيوة ممكن ده نجاحك يبقى ممكن. شارع الحوادث عطبرة بدأ في 23 مارس 2013، بدأ بالمناوبات العادية في المستشفى، وجود متطوعين بيكونوا متوفرين في المستشفى على وردتين، وردية صباحية بتبدأ الساعة 9 بتنتهي الساعة 3، وردية مسائية بتبدأ الساعة 4 بتنتهي الساعة 11 بالمساء. شارع الحوادث في عطبرة كان فيه حاجة بتميزه اللي هي توزيع وجبات إفطار يوميا في مستشفى عطبرة. الإفطار بيجي من المطاعم الموجودة في مدينة عطبرة، بيكون هو دعم منهم أو مساندة منهم للشارع. الإفطار مستمر في طيلة الثلاث سنوات دي، بيتوزع يوميا في مستشفى عطبرة، بغطي أول حاجة حوجة الأطفال في العنابر، بعد ذلك بينتقل لقسم الكلى، ولو فاض منه بيتوزع في بقية العنابر. شارع الحوادث عطبرة عنده المشروع الأساسي هو مشروع المناوبات اليومية، اللي هو وجود متطوعين متوفرين في أرقام تلفوناتهم بتكون في وحدة الأطفال، وين محتاجوا لهم اتصلوا عليهم تلفون بيجوا بيوفروا للمريض، اللي هي إذا كان مطلوب أشعة أو فحوصات أو أدوية بتكون متوفرة للمريض تماما ومتاحة. بعد ذلك في أنشطة مصاحبة لشارع الحوادث، هي بتجيب عائد للشارع، بتعرف عن الشارع أكثر في المدينة، بتعرف الشباب ذاته على بقية ناس تاني ممكن يجوا يكونوا أعضاء أو متطوعين في المبادرة. من ضمن المشاريع دي اللي هي كانت حملات التبرع بالدم في الجامعات وفي الأسواق وفي المعارض المختلفة اللي بتكون مشارك بها شارع الحوادث عطبرة، في فعاليات اللي بتكون موجودة في المدينة. حملة التبرع بالدم كانت فائدة كبيرة لشارع الحوادث، قدر من خلالها يعكس تجربته في المستشفى عاملة كيف، قدر من خلالها يستقطب أعضاء جدد للشارع يكونوا متطوعين ومناوبين يوميا في المستشفى. ممكن بس كيف نلقى العزيمة ويقين بأنه ممكن والحب
الحال بيضيق ويصعب والهم ده عذاب بيوهن، بس كل ما تحس بأنك غرقان أصبح بممكن، وكل مرة الهم يغمك والحز يتخلى عنك، قوي ثقتك بربك والفرج بيبقى ممكن. أولا هذه اللحظات لحظات حمد وشكر لله تعالى، إذ في هذه اللحظات المباركات تم تسليم قسم حديثي الولادة المتكامل لإدارة مستشفى عبرة، وهو أول قسم حديثي ولادة متكامل داخل مستشفى عبرة وداخل ولاية نهر النيل جميعا. وهذا القسم يغطي حوجة 40% من الحوجة الكلية للأطفال حديثي الولادة في ولاية نهر النيل، ويغطي التكلفة كاملة داخل حدود محلية عبرة، وهو قسم متكامل. تم توفير عدد 11 جهاز حضانة لقسم الأطفال حديثي الولادة المتكامل بتكلفة كلية تفوق 700,000 جنيه سوداني. تم توفير عدد من الأجهزة المساعدة تتكون من 5 أجهزة من جهاز الفيوشن بوم، وهو جهاز يعمل على ضخ المحاليل الوريدية والجرعات التخدير للطفل حديثي الولادة بتكلفة كلية تفوق 35,000 جنيه سوداني. تم توفير الجهاز الثالث جهاز السيرم بوم، وهو جهاز حقن السوائل. تم توفير 5 أجهزة بمبلغ يفوق 30,000 جنيه. تم توفير 5 أجهزة من جهاز البيشن مونيتر أو جهاز قراءة الإشارات الحيوية، وهو من الأجهزة المهمة والمطلوب تواجدها داخل القسم. إذا قوم الجهاز بقراءة 5 إشارات حيوية من قسم الطفل حديثي الولادة بتكلفة كلية تفوق 65,000 جنيه سوداني. تم توفير عدد 4 أورمال أو جهاز التدفئة للأطفال، وهو من الأجهزة المهمة إذ يعمل على توفير درجة حرارة مشابهة لدرجة حرارة رحم الأم بتكلفة مالية تقدر من 240,000 جنيه سوداني. تم توفير عدد 1 جهاز من جهاز السيباب أو جهاز الحياة، وهو جهاز يعمل على تزويد المخ بالأكسجين بتكلفة 87,000 جنيه سوداني، وجاري المحاولات لتوفير جهاز آخر للجسم. تم توفير عدد من الأجهزة المساعدة والمنقذة للحياة، وتتلخص في أجهزة جهاز شفط السوائل، جهاز السكشن، وهو جهاز يعمل على شفط السوائل من الطفل حديثي الولادة بتكلفة مالية تفوق 15,000 جنيه سوداني. تم توفير عدد من أجهزة التنفس أو النيوبايزر، وهو جهاز يعمل على توسعة الشعب الهوائية ويستخدم في حالات فشل التنفس الرئوي والتهاب وضيق الشعب الهوائية بتكلفة مالية تقدر ب20,000 جنيه. تم توفير نظام متكامل للتعقيم داخل الجسم بتكلفة كلية تقدر ب35,000 جنيه سوداني. حبة إيمان بقلبك دوامي زول بحبك دي حياتك تبقى ممكن، أيوة ممكن. مالكم في أصل واقف بنمشي خطى بممكن، نحن الناس الأصلنا نزرع نحصد ونحسن، يلا ممكن بعزمتك، يلا ممكن بكفاحك، أيوة ممكن ده نجاحك يبقى ممكن. الغرفة لما شفتها زمان أنا يعني كنت بستغرب إنه ممكن نحن نعمل الكلام ده، لما كنا بنعمل اجتماعات انه هنفتتح الغرفة والاجهزة الباقية وكده كنت بشوف انه الكلام زي حلم، لكن يعني بجد الواحد لو اصر يعمل حاجة هيعملها، وبجد اولاد عطبر لما يقول احنا هنعمل كده هيعملوا، وبجد المستشفى وعطبر وناس عطبر كانوا محتاجين للغرفة دي. يعني زمان مستشفى عبرة ما كان فيها حضانات، أو بالأصح كان فيها 3 حضانات وهي غير مهيئة، يعني الواحد كان بيشيل هم الأطفال الخدج في مدينة عبرة، لكن بعد اليوم الحمد لله الواحد ما هيشيلهم، لأنه الآن نحن عندنا غرفة متكاملة فيها أي حاجة يعني أي جهاز وبأحدث الطراز، يعني أي جهاز عندنا موجود حديث الحمد لله إنه يعني قدم حاجة لمدينة عطبرة لأطفال عطبرة، لأنهم بجد بيستاهلوا الكلام ده. المبادرة اللي قامت كانت ثالث مبادرة بعد شرع حوادث الخرطوم وشرع حوادث برسبان، كان لها أثر كبير ودور كبير في المجتمع العطبراوي، خصوصا إنه حاليا نحن ماشيين على 8 سنوات في المبادرة. المبادرة بطبيعتها طبيعة العمل حقها مساعدة الأطفال في كل المجالات أو في كل الاحتياجات اللي بمروا بها، خصوصا هم شريحة ضعيفة جدا.
أنا في المبادرة عضو، كنت في أمانة الأنشطة المصاحبة، بعد فترة انتقلت لأمانة الإعلام. من ضمن الخدمات الأساسية لمبادرة الشارع الحوادث منذ تأسيسها هي تقديم الخدمة العلاجية للأطفال فاقدي السند من كافة مستلزمات، فحوصات لعلاجات لمقابلة أطباء، ومن ضمنها برضو الأخصائيين كان لهم دور برضو من دور أساسي مع المبادرة تأسيس منذ تأسيسها. الدنيا مآسي زايلة وبتزول ببعض ممكن، بس كيف نلقى العزيمة ويقين بإنه ممكن، والحل بيضيق ويصعب والهم ده عذاب بيوهن، بس كل ما تحس بأنك غرقان أصبح بممكن، وكل مرة الهم يغمك والحظ يتخلى عنك، قوي ثقتك بربك والفرج بيبقى ممكن. في الأول تم وضع مخطط تصميمي وكمل بكامل وحدات المخطط من أعمال معمارية وأعمال إنشائية، وإلى أن اكتمل المخطط تم استلام مساحة من مستشفى عبرة تقدر بمساحة 102 متر مربع، وتم تطوير للتصميم الأولي الموجود، وتم استغلال كامل المساحة، وتم تقسيم الوحدة إلى عدد 6 أقسام، 1 قسم الحضانات الرئيسية، وقسم الحضانات الثانوية، وقسم العلاج الضوئي، وقسم خاص باستراحة الممرضات، وقسم للتعقيم، ومكتب للطبيب. تم استخدام نظام حوسبة للقسم لضمان استمرارية الخدمة، وتكون خدمة إلكترونية لكل الأطفال الذين يزورون الوحدة، و لعمل سجل إلكتروني طبي لكل طفل موجود داخل الوحدة، وتسجيل بيانات الأطفال للاستفادة منها في المستقبل، ولإمداد وزارة الصحة بالبيانات عن كل الأطفال الموجودين داخل الوحدة. يمكن تاني الحاجة من حاجات مشاريع شارع الحوادث اللي هي الإزعاف الخيري لشارع الحوادث عطبرة. يمكن كل مرة بتحصل حاجة، يعني إنه يكون في حوجة للشارع اللي هو بعد داخل الشارع بيقوم بيشتغل في الحاجة دي. هي مثلا الموضوع بتاع الدم بالذات، يعني بتحصل فيه مشكلة إنه ما يقدر الناس يوفروا دم. هي دي واحدة من الحاجات اللي وفر شارع الحوادث عطبرة. يمكن الحاجات دي يمكن واحدة من الحاجات يمكن هي بتواجه الناس، اللي هي الصعوبات اللي بتواجه الناس والتحديات، لكن كل ما الناس أنجزت مشروع بيكون في دافع معنوي، لأنه الناس تواصل في حاجة تانية، إنه تواصل تاني في نفس الطريق اللي بدته من البداية. يمكن الطريق هو صعب شوية، لكن يعني مدفوعين بدعوات الناس وأبناء عطبرة، وخصوصا ونشكر من هنا رابطة أطباء عطبرة بالمملكة العربية السعودية، ونشكر أيضا الدفعة 76 جامعة كلية الطب جامعة الخرطوم، اللي هو حصل عملنا معهم شراكات في عدد من العنابر، أو في عنبر بالضبط كده، عنبر العناية الوسيطة. شكرا أيضا لدفعة الدفعة 18 كلية الطب جامعة الجزيرة،
شكرا ايضا لكل اصحاب الايادي البيضاء من ابناء عطبره، لانهم ما بخلوا علينا بحاجه، ومتى ما قال الشارع انه محتاج الناس قاعده تساعد. وشكرا لكل ابناء عطبره، شكرا لكل المتطوعين، شكرا لكل ابناء عطبره. حقيقه يعني مبادره شباب الحوارس قدمت الكثير لقسم الاطفال مستشفى عطبره التعليمي، ابتداء من قسم حريصي الولاده، وكان حقيقه يعني قدم خدمه كبيره لمستشفى عطبره التعليمي، ومش مدينه عطبره لوحدها بل عطبره والضواحي وكل الولايه، قسم متكامل ويحتوي على عدد كافي من الاسر لحديثي الولاده. وكذلك كانت مبادرتهم الثانيه لانشاء قسم عنبر الاطفال، عنبر بمواصفات جيده جدا يحتوي على 10 اسره. وكانت المبادره الثالثه قسم العناية المكثفة بعنبر الأطفال، ولأول مرة يقوم هذا القسم بمستشفى عطبرة التعليمي، ونحن بصدد افتتاحه في الأيام القادمة إن شاء الله ليبدأ العمل رسميا بإذن الله تعالى. حقيقة أن المبادرة الشباب يعني بدأت منذ فترة طويلة، من قبل ما تقوم الثورة منذ العهد البائد، وظلوا يقدمون أعمالهم إلى تلك اللحظة، لم يتوانوا ولم يغيبوا عن المستشفى لحظة، حتى بعد أن سلمونا هذا العمل ظلوا في تواجد مستمر بمستشفى عطبرة التعليمي، ولهم منا جزيل الشكر والتقدير، ونسأل الله التقدم والازدهار والعافية للسودان الحبيب. حبة إيمان بقلبك، دعوة من زول بحبك، دي حياتك تبقى ممكن، أيوة ممكن. مالكم في أصل واقف، بنمشي خطى بممكن، نحن الناس الأصلنا، نزرع نحصد ونحسن، يلا ممكن بعزيمتك، يلا ممكن بكفاحك، أيوة ممكن ده نجاحك، يبقى ممكن. شارع الحوادث يعني واحدة من أنجح المنظمات في السودان، لأنها بتعالج مشكل كبير جدا اللي هي مشكلة العلاج للأسر الفقيرة وللقوة. يعني نحن متواجدين في عطبرة هنا، الحوادث خاصة حوادث الطرق الناس اللي بيجوا المستشفى، حتى لو كان انت زول غني وفاقد للوعي قروشك ما حتساعدك في حاجة، فانت بتحتاج للناس اللي حوالينك. المسألة دي متوفرة كتير جدا في الشعب السوداني، ما جديدة على الشعب السوداني، لكن شارع الحوادث هي فكرة تنظيمية بتواجد الشباب في كل لحظة، بيغنوا الناس عن انه الناس تتصل بأهلها او تمشي بعيد عشان تشوف الحوجة بتاعتها. المسألة ما قاصرة على الأسر الفقيرة فقط، المسألة قاصرة على معالجة او تجهيز العلاجات، تجهيز الدم، تجهيز حتى وصلت الآن لبيئة العمل في مستشفى عطبرة. يمكن شارع الحوادث ضمن مساهمين آخرين يعني ساهموا في إنشاء عدد من العنابر، ويعني يمكن دورة كبيرة جدا مستشفى عطبرة، وعنابر يعني بتستوعب ساعة سريرية كبيرة جدا بفينيشن أو تشطيب عالي جدا يعني يضاهي المستشفيات الخاصة. بنشكر كل الداعمين لنا في شارع الحوادث عطبرة، واللي هو بفضلهم وبفضل الله يعني كل الحوجات يعني تمت الحمد لله والشكر لله. فبنقول لهم نحن مجرد وسطة، انتوا اتبرعتوا لناس ما بتعرفوهم، نحن وصلنا الدعم لناس ما بنعرفهم بفضلكم. يعني الحمد لله كل الحوجات اليومية اللي بننزل على صفحتنا تمت، كل المشاريع اللي بديناها ابتداء من حديث الولادة بفضل دعمكم السخي. وبنقول لكم والله دعمكم يعني ما راح ساكت، يمكن ظاهر في كل الحوجات اللي بتتم في كل المشاريع اللي انجزناها. ان شاء الله حنكون عندنا يعني مشاريع مستمرة اكتر واكتر، وده كله بفضل الله وبفضل دعمكم لنا. نشكر كل يعني الناس اللي دعمونا خارج وداخل السودان، لولا دعمكم ما كان حيكون في شارع الحوادث ولا كان الحوجات بتتم. أمان طلع الأنشطة دي بتقوم بالإفطارات في عنبر غسيل الكلى، في عنبر الأطفال،
الافطارات دي الله بتجي عن طريق داعمين من المطاعم، بتتوزع يوميا، ومن ضمن امانه الانشطه برضو في الافطار بتاع رمضان. افطار رمضان ده طبعا بدايته كانت عباره عن مويه، المويه دي عباره عن عصير بيتعمل في الكافتيريا بتوزع على المرضى والمرافقين. مع مرور السنين قامت تحولت الحاجه دي لانه يتم افطار. خلال الافطار ده بيكفي جميع المستيفى من مرافقين لاطباء لعاملين خلال الشهر، شهر رمضان عامه. الناس المطاعم كلهم كانوا مساعدين، يعني هم يقدموا وجبه لغسل الكلى والاطفال. فنحن قلنا يعني بالاضافه لسعد محمد كنا نجيب الوجبه دي، كانوا يقابلونا الشباب ديل بالنسبه للورديات كان بيومي أربعة ثلاثة بنات وولدين أو ثلاثة أو اثنين وهكذا والعكس. وكان بيستلموا مني الشغل ده وبيودوه لازم الغسيل، بالنسبة للغسيل بيدون سمك، بالنسبة للأطفال بيدون وجبة بتاعت فول، وناس بيدون يعني بالنسبة بارد بالنسبة لغسيل الكولا. الدنيا مآسي زايلة وبتزول ببعض ممكن، بس كيف نلقى العزيمة ويقين بإنه ممكن، والحال بيضيق ويصعب والهم ده عذاب بيوهن، بس كل ما تحس بأنك غرقان أصبح بممكن، وكل مرة الهم يغمك والحظ يتخلى عنك، قوي ثقتك بربك والفرج بيبقى ممكن. عناية الوسيط اللي هو في مستشفى عطبرة يمكن فيه أجهزة يمكن تكون شبه معدومة اللي هي الآن متوفرة فيه. بعديه كان عنبر الأطفال بعدد 9 أسرة. بعديه تاني مشروع الأزمة اللي هو في حالات الربو والاختناق كده، يمكن العنبر متكامل بكل الحاجات اللي بيحتاج لها مريض الربو او الاجهزه مرضى الجهاز التنفسي بصوره عامه. بعديه ثاني كان عنبر قسم العنايه الوسيطه للاطفال اللي هو بعدد 10 اسره متكامل بكل الاجهزه اللي فيه المحتاج لها. وهو الان هو كان اخر مشروع. واحد من المشاريع حقت شارع الحوادث عطبرة اللي هي ماكينات غسيل الكلى، عدد ماكينتين غسيل كلى، خصوصا انه حصل اكتظاظ بالنسبة للمرضى وحصلت هي مشكلة بالنسبة للمرضى في كيفية الغسيل. هو الان في ماكينتين غسيل الكلى شارع الحوادث عطبرة. يمكن من الحاجات اللي ساهم فيها شارع الحوادث عطبرة اللي هي إمداد بنك الدم بعدد 2 ثلاجة بالإضافة لجهاز كمبيوتر عشان يحفظ الداتا حقة المتبرعين، خصوصا إنه في ناس بيجوا يتبرعوا لكن بتحصل بعد ذاك في الفصائل النادرة بتحصل مشكلة بتاعت إنه ما تقدر تتواصل مع زوج صاحب الفصيلة. يمكن في موضوع الدم بالذات في حملات بتاع التبرع اللي هو بتكون بصورة سنوية، بتكون في المراكز اللي بيكون فيها اكتظاظ أو بيكون فيها عدد من العاملين، الكليات. دي من الحاجات اللي ساهم فيها شارع الحوادث عطبرة في موضوع الدم. حبة إيمان بجنبك، دعوة من زول بحبك، دي حياتك تبقى ممكن. أيوة ممكن، ما يكون في أصل واقف بنمشي خطى بممكن، نحن الناس الأصلنا نزرع نحصد ونحسن. يلا ممكن بعزيمتك، يلا ممكن بكفاحك، أيوة ممكن لنجاحك يبقى ممكن. نرحب بعبد الباسط محمد حسن الأمين الإعلامي لمبادرة شارع الحوادث عطبرة، أهلا بك وسهلا. أهلا بك أستاذة، وأهلا مشاهدين في قناة سودانية 24. أتمنى تكون إطلالة حلوة وكويسة لكل المشاهدين وكل متابعينا،
لكل أصدقائنا وداعمينا لكل متطوعينا في شارع عطبرة إن شاء الله. والحاجة ما شاء الله تبارك الله إنجازات عظيمة، لكن عايزين نتكلم عنها أكثر ونتعرف أكثر على شارع الحوادث عطبرة. كلمنا عن نشأته والبدايات. شارع عطبرة نشأت في عام 2013 أو مارس 2013 بعد تكوين شارع حواس الخرطوم، بعد يمكن نكون من أوائل الشوارع بعد شارع حواس الخرطوم. العمل في شارع حواس عطبرة بيكون شغل موسمي وشغل يومي. الشغل اليومي اللي هو طبعا الورديات بتاعتنا، الورديات الصباحية والمسائية، بنحاول فيها نغطي حوجات الأطفال، حوجات الناس حتى الناس الكبار، من علاجات وفحوصات، مرات بعض الاحتياجات بتاعت العمليات، كل المعينات العلاجية نقدمها لهم عبر متطوعينا في ورديات صباحية ومسائية. دي بصورة يومية على طول العام، دي حاجة على طول العام. في رمضان بنشتغل مواية رمضان اللي هي بنقدم وجبات الإفطار للمرضى والمرافقين في مستشفى عطبرة التعليمي. عيد الضحية بنحاول ننقل الفرحة بتاعت فرحة العيد البرة للناس المرضى والمرافقين خاصة الأطفال. نحاول نقول لهم الفرحة بأن نحن نذبح 3-4 خرفان نوزع على المرضى والمرافقين في مستشفى عطبرة. دي الحياة العادية. في عندنا شغل مثلا موضوع حملات تبرع بالدم، بنعمل حملات تبرع بالدم عشان نقدر نرفد البنك الدم المركزي بمختلف الفصائل، بتكون دائما في كليات جامعة وادي النيل. بعدها كان في قسم العناية البسيطة، هي كان تخليد للراحل محمد عبد الرحمن، هو الدفعة 79 كلية الطب جامعة الخرطوم. عملت وقف لروحه من زملائه، برضو شارك في المشروع ده الدفعة 18 كلية الطب جامعة الجزيرة وأطباء عطبرة بأطباء مستشفى عطبرة بالمملكة العربية السعودية. كان مشروع متكامل بتكلفة 1,300,000 جنيه. بعد ذاك كان في مشروع يتعمل وقف لروح الراحلة دكتور نهال الحسن محجوب، الدفعة 18 كلية الطب جامعة الجزيرة، تعمل وقف لروحها عنبر الأزمة، كان عنبر الأزمة والحالات الحرجة. برضو من المشاريع اللي اشتغلنا عليها كان تأهيل عنبر الأطفال عن طريق فاعلة خير من دولة الإمارات العربية المتحدة، عن طريق مهندسة امرأة عبراوية فاضلة، عن طريق الحمد لله كان في عنبر الأطفال عيدنا تأهيله. طيب دعني نتكلم عن مشاريعكم المستقبلية بالنسبة لشارع الحوادث. ما شاء الله دي إنجازات كبيرة وعظيمة جدا على شباب هم بيقتطعوا من وقتهم أو جزء من يومهم عشان يعني يسعوا كالنحل يعني من أجل خدمة عطبرة. واحدة من المشاريع اللي احنا شغالين عليها هي قاربت على النهاية، ما عارف تمام، بس البرنامج هل هكون احنا دشناه، اللي هو إسعاف شارع حواز عطبرة. إسعاف لا يتحرك بالوقود ولكن يتحرك بمروة ومحبة هذا الشعب، للهفة كل الأطفال بصورة مجانية لأطفال عطبرة. توفيق. طيب رسالة أخيرة ممكن توجهها لمنو؟ الرسالة الأولى بتكون لكل داعمينا وكل أصدقاء شارع حواز عطبرة، لكل المجتمع العطبراوي اللي هو بطبيعته هو متطوع. نحن بس نعتبر نفسنا متطوعين بالتزامات أكثر ما أكثر من كده. لكل الجروبات العطبراوية اللي تسمح بأنه ننزل حتى المنشورات بتاعتنا بدون موافقة، مسبقة، بدون ما نحن يكون فيه زي ما يقولوا أبروف من الأدمن كده، فدي حاجة كبيرة جدا. لكل الناس اللي بتشارك المنشورات بتاعتنا، التحية والاحترام والتقدير لكل داعمينا وكل أصدقاء شارع حواس عطبرة في جميع أنحاء العالم، لكل متطوعينا، لكل فقداء العمل التطوعي نحن فقدناهم. نتمنى إن شاء الله نلتقي بهم في الجنان.
ثاني رسالة بتكون لأسر المتطوعين اللي بيتحملوا غياب أبنائهم الساعات الطوال في أثناء وردية، في أثناء بيكون في أثناء عمل خارج المنزل كده. احنا بنشكرك حقيقة على سردك التفصيلي يمكن نقدر نقول، لكن احنا كنا محتاجين له جدا جدا عشان الناس ذاتهم في الولايات الأخرى يتبعوا شارع الحوادث عطبرة ويقدموا النموذج ده ويعرفوا انه بأبناء المنطقة نفسها كثير من الحاجات ممكن تكون يعني، وكثير من الصروح ممكن تشيد، وكثير من العقبات ممكن تدلل. شكرا جزيلا عبد الباسط، شكرا شباب شارع الحوادث عطبرة، وشوفوا معانا باقي الإنجازات بعينكم. حبة إيمان بجنبك، دوامي زول بحبك، دي حياتك تبقى ممكن. أيوة ممكن، مالكم في أصل واقف بنمشي خطى بممكن، نحن الناس الأصلنا نزرع نحصد ونحسن. يلا ممكن بعزيمتك، يلا ممكن بكفاحك، أيوة ممكن لنجاحك يبقى ممكن. الوردية اللي هي الدفتر بتاعنا زي ما شايفين اللي هو دفتر شارع الحوادث عطبرة، دفتر الحالات اليومية، بيكون فيه بصورة مباشرة اليوم اللي هو الأدية اللي نحن شغالين فيه تحديدا، بيكون فيه اسم المتطوعين اللي شغالين اليوم، وبيكون فيه المبلغ المستلم اللي هو دي الشنطة حقتنا بيكون قاعد فيها المبالغ، وبتكون قاعدة فيها برضو الدفاتر حقت الوردية والدفاتر حقت الإيرادات المالية. عندنا كمان البيانات المهمة للمريضة اللي هي اسمه وعمره سكنه والتشخيص، وكذلك الخدمة المقدمة له من قبل شباب شارع الحوادث والمبلغ اللي كلفته الخدمة. أيضا عندنا بند بتاع مساهمات موجود في الدفتر. المساهمات دي في كثير، نحن بنكون قاعدين في الوردية مثلا بيجي زول بيقول لنا والله أنا فاعل خير، بيقوم يدي الناس مبلغ مالي أو مثلا أدوية أو يعني مساهمات عينية موجودة. كذلك عندنا ختام الوردي عندنا ملاحظات أثناء اليوم، سواء كان جانا متطوع جديد، سواء كان جانا مساهمة أو غيره. الحاجة المهمة جدا برضو الورديات دي، ونحن الحاجة دي قاعدين نعتز بها وقاعدين نفتخر بها جدا، يعني إحنا عندنا شارع الحوادث بقى عبارة عن أسرة مع بعض. يعني إحنا حاليا عندنا يمكن 6 من المتطوعين والمتطوعات هم يتزوجوا، بقت حياة مفتوحة، بقينا أسر كلنا مع بعض، يعني بنتلم في كل التفاصيل في ورديتنا دي ذاتها هي بقت حياتنا وجودنا. نحن الآن لنا 8 سنوات موجودين في المستشفى في مكاننا مع أمنا علوية الله يديها الصحة والعافية. بقينا أكثر من متطوعين فقط، لا بقينا أسر، بقينا حياة متكاملة، نمشي لبعض في الأفراح وفي الأحزان وفي كل مناحي الحياة المختلفة. نحن بنتمنى إنه أي زول لحد الآن قادر يتواصل مع شارع الحوادث عطبرة، عاوز يقدم لشارع الحوادث عطبرة حاجة، تواصل معنا، موجودين نحن متاحين، ما حكرا على زول معين، بالعكس متوفرين في أي مكان. أي زول عاوزنا عندنا رقم استفسار ثابت اللي هو 0-125-65-33-37، ده رقم الاستفسار الثابت لكل حاجة عن شارع الحوادث. عاوز تعرف أي حاجة تتصل علينا في الرقم ده، بالإضافة لرقم الحساب في بنك فيصل الإسلامي فرع عطبرة، حساب رقم 25-27، ده برضو إذا أي زول عاوز يدعمنا طوال على رقم الحساب ده ممكن يحول. الشارع زي ما أنا قلت هو ما محتكر على زول معين أو على فئة معينة، نحن بنقول شباب لكن كل زول بمساهمته بتقديمه هو شباب وهو موجود معنا في المبادرة. نحن سعيدين جدا إنه نتقبل أعضاء جدد. عندنا صفحتنا على فيسبوك باسم شارع الحوادث عطبرة، ممكن أي زول لاقته الصفحة يعمل لها إعجاب، حيتعرف أول بأول على نشاط الشارع، على التفاصيل اللي بتحصل في الشارع، الأحلام المشروعة اللي ممكن يتكلموا عنها شباب شارع الحوادث عطبرة وتحقيقها وإنجازاتها. لا ولا زيل من نجاق هذا الجبي الزول أيان ما دو قروش يعلجوه، الماء الدم يشيل الدم من جسمه يدله، الناس دل علاج زول طابان يسفروا هرطوب بالذهب، على طابان يعلجوا بقروش، قروش ده بلقد من نجيبه ما قاعد يدوم من هنا، قاعد يلقد من نجيبه يعلجوا الناس،
يشيل الدم من جسمه يدي لي أناس. الأولاد ده اللي ربنا يعينه يديه العافية ده لأولادي بقي قاعدين زي أولادي. طيب دي صفحتنا في الفيسبوك باسم شارع الحوادث عطبرة. الصفحة دي بيتم فيها كل الأشياء المتعلقة بالشارع، كل النشاطات، يعني حتى الوردية اللي بنشتغلها في الدفتر هنا بنجي بنتكلم عنها في صفحة شارع الحوادث عطبرة في الفيسبوك. بيكون فيها الشير، بيكون فيها أرقام التلفونات، بيكون فيها كل النشاطات اللي بتتم، يعني حتى المشاريع حقت شارع الحوادث عطبرة، مشاريع غرف العناية الوسيطة، غرفة العناية المكثفة، وحدة الأطفال، حديثي الولادة. يمكن الصورة دي كانت في افتتاح حديث الولادة، الأطفال حديث الولادة. كذلك عندنا حوجات الدم اليومية. المستشفى بيكون فيها مرات مثلا حوادث، فبتضطر شباب شارع الحوادث عطبرة متواجدين بيكونوا بصورة يومية في الوردية زي ما موجودين الليلة، وكمان في شباب شغالين وردية الآن. طيب بيكون في حالات بتاعت حوجات دم مستعجلة، بيجينا المريض أو أسرة المريض تحديدا بيجوا يقولوا والله نحن عايزين تبرع بالدم من الشباب، فاللي فصيلته مع الفصيلة تحت المريض بيمشي يتبرع، وإذا لا كمان بنقوم نشير بوست بيتكلم عن حوجة الدم. فعلا ساعد وساعد وساعد، وفكرة بيخلوا الحاصل فاصل بين الممكن والعاصي الشديد. نحن مع بعض ممكن نحول كل العاصي الشديد لممكن بأبنائنا وبأيادينا وبتكاتفنا. حلقة جاية إن شاء الله بتحمل برضو كثير من الأمل وكثير من الممكن. استنوهم. وكل مرة الهم يغمك والحزن يتخلى عندك، قوي ثقتك بربك والفرج بيبقى ممكن. حبة إيمان بجنبك، دعم زول بحبك، دي حياتك تبقى ممكن. أيوة ممكن. ما يكون في أصل واقف، بنمشي خطى بممكن. نحن الناس الأصلنا، نزرع نحصد ونحسن، يلا ممكن.